السلام عليكم، قد معكم روحي كريم حميد من باب السويقة، ايكول نقرا سيكل انجينيور اون انفورماتيك. نقدم لكم كارتان 01، كارتان 01 هذايا كما تراو صاروخ، الكاتيجوري نتاعو ميني فيزي، صاروخ متوسط علمي. هذا سيدي شاركت به في ايفينمون انترناسيونال تصير في فرنسا اسمها سي سبيس 27 اوت، يجوا فيها البلدان، نقعدوا اون سومان، يجوا فيها البلدان اللي تصنع الصواريخ، اللي عندهم دي جون يصنعوا الصواريخ، فما دي فرونسي، دي جابوني، دي روس، زيت علم تونس ومشيت شاركت غادي. يجوا زاد من النمسا، اطريش، يجوا زاد من تركيا ومن استراليا. دونك حزيت الصاروخ، حزيت علم تونس، حطيته بالكبير، تصير هاد. ومن بعد مش اي صاروخ يجي يطير، لا لازم الصاروخ يبدا مطابق المواصفات. دونك تجي لجنه يقلبوا في الصاروخ، يشوفوا سيستم الكترونيك انفورماتيك ميكانيك ايروديناميك، يشوفوا مريقل ولا سينو ما يطيرش. اوروزمون لقاوه منظم الصاروخ، قالوا لي سي بون البروجي نتاعك اللي كاليفيي، واجا غدو اجا غدو باش تطيروا. الحكايه كل تصير في باز ميليتير. هذايا زون هذايا زون دو لونسمون، مشينا زون دو لونسمون، ومن بعد عيطولي باش نطير الصاروخ. حطيت الصاروخ في الغومب دو لونسمون في القاعده نتاع الاطلاق نتاعو، ومن بعد صار الديكونتاج فينال 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ميز افو، نزلت على الفلسه وطار الصاروخ. بعد ما طار الصاروخ عطاني اتستاسيون دو فول، شهادة تثبت انه كارتاج 01 طار في اوت 2011. بعد ما روحت قلت نعملوا حاجة كبيرة اللي هي كارتاج 02. كارتاج 02 سي اون فيزي اكسبيريمونتال، يطلع ل 2 كيلومتر ومن بعد يهبط باراشوت. في الطلوع نتاعو كما اسمه على جسمه فيزي اكسبيريمونتال، يعمل ديز اكسبيريونس. الاكسبيريونس اللي باش يعملها باش يقيس لا فاريسيون دو لا تمبيراتور بريسيون هوميديتي، باش يحط في كاميرا باش يصور لي الفول، باش يحط في جي بي اس، باش يحط في زاد التيمتر، باش من بعد التراجيكتوار تجيني اون 3 دي. هذا الفيزي اكسبيريمونتال باش يطير ان شاء الله في اوت 2012 في نفس ليفينمون. بويسكو انا نقرا سيكل انجينيور دون انفورماتيك اخر عام السنة، انا لازمني بي اف باش ناخذ شهادة مهندس، قررت اني نعمل ان بيكو ساتيليت، ساتيليت صغير سميته كارتاج 701. كارتاج 701 هذا ان شاء الله باش يكون اول ساتيليت تونسي في الفضاء. السوتونونس نتاعي في سبتمبر، واللونسمون ان شاء الله باش يصير في جانفي، في جانفي ما بين 13 و 14 احتفالا بالذكرى الثانية للثورة. يعطيكم الصحة وبارك الله فيكم.